التقى اليوم وزير استصلاح الأراضي وتنمية السكن والتمدن بإداري وزارته ورؤساء الأقسام المختلفة، وذلك بهدف معرفة سير العمل والصعوبات التي تعيق العمل. تقرير محمد حسن آدم. اللقاء الذي جمع وزير استصلاح الأراضي وتنمية السكن والتمدن بول بين دوم مع الإداريين ورؤساء الأقسام يهدف إلى معرفة سير العمل وكذا الصعوبات والتحديات التي تعيق سيره، حيث استمع إلى شروحات مفصلة من قبل الإداريين والفنيين حول الهيكل الإداري ومزاولة الأنشطة المختلفة بالوزارة، كما أكدوا وقوفهم مع الوزير لإنجاح المهمة التي أوكلت إليه، لا سيما التنمية الحضرية والشؤون الأقارية والملكية وغير ذلك من الأشغال الخاصة باستصلاح الأراضي. الوزير بول بينودوم من جهته طلب من جميع العمال بذل المزيد من العمل والمضي قدما لتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على الأراضي والبيوت السكنية، مضيفا بأن هذه المهمة تحتاج إلى تضافر الجهود والتضامن وتحمل المسؤوليات بمختلف المستويات بالسلم الإداري. وفي سياق متصل، فقد تفقد الوزير بعض من الإدارات التابعة للوزارة، وهي كل من إدارة الخرائط والمسح العام وإدارة الأقارات والتخطيط الحضري وتوزيع الأراضي، وذلك بهدف تشجيع العمال كما حثهم على متابعة نفس النمط. قدم صباح اليوم تحالف المعارضة السياسية من أجل الإصلاح والتناوب حديثا صحفيا وجه من خلاله نداء للمنظمات والجمعيات المدنية والأحزاب السياسية من أجل الوحدة الوطنية وتوحيد الرؤى. نتابع جزء من الحديث الصحفي. ورسنا الوحدة وهي ورسة خلوها لنا الجدود وأنينا كل نخلوها لأبنانا، وده كمان بدور جهد كبير وبدور النية عشان كلنا نقف سوا، والمشاكل القاد عايشنا بلدنا ده كلنا نقف فوقها ونلقوا لها حلول. والكوبرات شافت نظرت لأن البارتيسيباسيون هنا الدباء الوطني والدولي ده هو فرصة كبيرة والتي دافع لبوزيشنها في المصالح العامة انت البلد ده بس الكوبرات شالت النية وتعدي الحكومة.